من صباحكم بالخير مجددا أصدقائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. بنوجه لكم أخلص التحيات. المحطة الأولى بتكون مع الخبير الزراعي مروان حيدر. دايما مروان بخبرنا عن جديد سلته الزراعية وعن نبتة بيختارها لنتعرف عليها سوا. صباح الخير لك مروان. بونجور سحر، بونجور كيفك اليوم؟ المشاهدين الحمد لله كثير منيح. اهلا وسهلا فيك ان شاء الله. دائما مروان دائما اللي بيشتغل بالزراعه دائما بيكون منيح، دونك ما تعتلوا هم. اكيد لانه اجواءه بتكون طبيعيه مش مثل هالبوليسيون بكل شيء اللي عم نعيشه. مروان دائما عودتنا تخبرنا عن نبته وتخبرنا عن السله الزراعيه، اليوم بشو بتحب تبلش؟ رح نعطي الشتله هيك بنعطيها حقها لحتى ما يكون اخذنا من وقتها، وبنرجع نحكي عن السله الزراعيه اللي بنعملها كل يوم بنقدمها من بيت الزراعه. رح نحكي اليوم عن الياسمين، ياسمين المدغشقر اللي هو ستيفانوتس، اللي هي من الشتل الياسمين يلي الناس يلي حبت تزرع بمحل في بيقدروا يزرعوها، وبهيك بذات الوقت اذا حابين يشوفوا زهر عليها مثل هالزهره الحلوه كمان بيقدروا يحصلوا على زهره حلوه، بيقدروا يحصلوا كمان على ورق مبهر بالشتاء، يعني بيكون زرعوا بطريقه سكروا محل ما بدهم يسكروا، زينوا محل ما بدهم يزينوا، صيف شتاء عم بتضلها خضراء، وكمان عم تعطي ريحه ياسمين من اهم روائح الياسمين الحلوين. هلا الزهره بتاخذها الكاميرا بتبين قد ايه حلوه، وزيت الوقت هالياسمين هي الريحه تبعها مقسومه بين زهره الليس والياسمين، يعني بتعطي ريحه كثير حلوه. هل ستيفانوتس اللي هي مثل ما ذكرت هي من المدغشقر، ما انعرفت كثير بلبنان، يعني ما قلنا زمان بنزرعها لبنان، يمكن شي 25 سنه بلشوا يجيبوها على لبنان، اعطت اقبال كثير حلو. برجع بذكر الحلو فيها اذا بدنا نزرع بالفي، لانه يعني هي شتله ما بتحب الشمس، مع انه ورقها كثير قاسي، ورقها يعتبر من الورق القاسي، شكلها كثير حلو، بس ما بتحب الشمس كثير، الشمس الديركت عليها بتقدر تأذيها وبتقدر تعمل احمرار بالورق وبعدين يابس، وكمان بتقدر تعمل اصفرار. دونك من هالمنطلق فينا نزرعها بالفي، فينا نزرعها بمحل منور كثير، فينا نزرعها ببويات تنزل نزول هيك بتغطي، فينا كمان نزرعها بمحلات نعربشها على عواميد على شجر او على تيتور قصب او اشياء معينه تضلها طالعه، لانه هي شتله ما بتطلع لحالها اذا ما حطينا لها قصبه مثل ما مبين بكل هالبويات، كلنا حاطين لهم قصب لحتى تهدى عليهم. وفينا كمان نعملها كوفر سول، بنغطي فيها الارض اذا ما بندعس عليها كثير، فينا نزرعها كوفر سول، بتعطي ريحه كثير طيبه، بتزهر من شهر 3 لشهر 10 اذا اجاها تقس حلو. اهم شيء انه هالشتله ما يجيها حراره تحت ال 16 او تحت ال 15 بردون، ما يجيها حراره 15 ونزول مش تحت ال 15، يعني على ال 15 درجه بتبلش تتاذى، ما يقطع عليها شوب كثير كثير، يعني سقعه كثير كثير كمان تنأذى، فسقعه والشوب كثير بيأذوها، يعني بدنا نحكي 25 من 15 وال 25 درجه بيكون فينا نزرعها هالشتله طمنين بالنا انه كثير منيحه. دائما دائما مثل ما ذكرت ما بتنزرع بالشوب، ما بتنزرع بالشمس، بدها محل لاطي، محل في، او على القليله يعني منهم ماكسيموم ساعتين شمس بالنهار مش اكثر لحتى هالشتله ما تنأذى. فينا نزرعها بعده طرق، مثل ما شايفين تعمل هالجوس، تعمل هالجلل، يعني اذا فينا نسميهم هن الجوس يلي بيجمعوا بقلبهم البذر، فينا نشيل البذر منهم من بعد ما يكونوا، ما بعرف اذا الكاميرا كمان اخذتها، رح نقصها عن الشجره ونشوفها بقلبها حيكون في البذور، نقدر نحن نستعمل البذور اللي بقلبها حنقصهم ونقدر نزرعهم اكيد من بعد ما يكونوا صاروا يابسين مزبوط. بذور تبعهم كثير قليله مثل ما شايفين، ما بكونوا هي بعد ما استوت كثير، هو البذر من هون هلا حيبلشوا يبينوا. اوبس، نقدر نحن بعد ما نشمسهم يعني نحطهم بمحل هب، ناخذهم وبنزرعهم بيطلع لنا شتل، تفريخ تبعهم منه هين، تفريخهم صعب بس اكيد بيعطوا نتيجه منيحه، يعني التفريخ بيكون بين 50 و 60%. اذا حبينا نكتر ستيفانوتس ونكون عندنا كميه منيحه، بنقدر نجيب بو عادي مثل هيدا الحوض، اكيد بده يكون في له مهاري، نحن هيدا الحوض حضرنا له المهاري تبعه
مبخشينه ليكون في له فلتراسيون ماء، يكون له تهريب الماء، فينا نحط بيدرجيل اللي هو الحجر البركاني او اي نوع حجر عندنا اياه مش عايزينه، نقدر نحطه بس يكونوا بحص اكيد، نحطهم بقلب هالحوض وبنرجع بنحط الجيو تكستيل اللي هي الشاشه اللي بتمنع الشلش ينزل ويسكر مهارب الحوض. بهالطريقه الشلش حيضل مجمع دائما بقلبه. واكيد بدنا نجيب تيرو اللي بوتينج سويل، هو السوغري تيرا جرين باردون، رح نشيلهم ونزرعهم ونحط التراب، وبنرجع بناخذ عقله هو بنزرع فيها. هلا اكيد قبل ما نزرع العقله، هلا هالترابات عم نحطهم مثل ما شفنا، بنجرب نتجنب نحط نكتر سماد عضوي، نحطهم بس بيترو، لانه سماد العضوي شتله الياسمين المدغشقر شوي دقيقه، بس كون بدنا نزرعها اذا كان في سماد عضوي، سماد عضوي بيكون شوي حامي، معقول يحرق العقله البوتيور من تحت، وبالتالي ما يطلع لنا شتله بالهينه. من هالمنطلق لازم ما نحط سماد عضوي معه مثل غير شجر، بنحط شتل لحاله. بننقي شتله فوالا، بننقي عقله بهالطريقه. دائما بدنا ننتبه على الشكل تبع العقله، يعني ما نقصها ونرجع نحطها بالمقلوب. بننقي شتله عقله يكون عمرها على القليل سنه سنه وشوي، وبنقص تحت منها دغري تحت الورقتين، بننقي عليهم ورقتين وبنقص دغري تحتهم، ومنقصهم بطريقة ورق لحتى يكون عنا تلاصق خلايا كبير مع التربة. أكيد فينا نشيل هالوراق الموجودة فوق، ما منخليهم، وبنزرعها لهالعقلة. قبل ما نزرع أكيد بدنا نحط مي، ولا هيدي حطينا المي، من بعدها منحط العقلة بقلب هالتربة ومنشد عليها. هلا هون فينا نعمل دغري عقلة تانية من بعدها، فينا نقدر نعمل عقلتين بقلب الحوض، مش ضروري واحد، هيدي وحدة تانية قصيناها دغري. فينا نشيل هالورقتين، ما ضروري نخليهم، وهالوراق حتى فينا نقسمهم شوي ما يكونوا كلهم موجودين، وكمان نزرع. وهيك بقلب حوض بنكون بقلب هالحوض بنكون عم نزرع كذا عقلة، بنكون عم نستفيد منهم لحتى نكتر من شتل الأم، يكون عنا كتير شتل، وبهالطريقة بنكون صار في عنا كميات كبيرة من الياسمين المدغشقر. نعم تعتبر هيدا النبتة، نعم تعتبر هيدي النبتة صعبة نسبيا لتنمى، ولا تعتبر لا وسط سهلة مش هالقد بده الواحد يعتلهم إذا بده يزرع منها؟ نعم لا، ستيفانوتيس اللي هي شتلة الياسمين مدغشقر منا صعبة أبدا، شتلة قوية روبوست، بس نحن بدنا نأمن لها الطريقة اللي كانت عايشة فيها. يعني هي بتعيش محلات ضوء قوي، ما بيكون في شمس ديريك، دونك نحن إذا حطيناها بهالطريقة بتعيش. أهم شيء ما نكتر ماء كتير على كعبة، لأنه بنعمل عفن على الجذور، وبالتالي بتموت الشتلة وبصير في عنا أوراق صفر مثل هالأوراق يلي هلأ أنا شلتهم عن الشجرة، أو بيكون عندها نقص حديد، كمان فينا نحط لها حديد. كمان لازم من وقت للتاني، لأنه شتلة بتعيش بالفوريفيرج إذا بدك بالغابات يلي تبقى بس بتفوت عليها الشمس، يعني أشعة خفيفة عليها، وبتكون هي عم تلحق النور وعم بتعربش على الشجرة وتطلع، نقدر نحن بخلها ماء على ورقة. هيدي على شتلة الياسمين المدغشقر فينا نعملها، على غير أشجار ما كتير مستحبة لحتى ما يصير عنا مشاكل فطرية. بنرشلهم ماء على الورق، بهالطريقة بنكون عم نعطيهم الرطوبة اللي هي كانت عايشتها محل ما كانت موجودة بالأساس ونقلناها لعنا، دونك بتقلع أكثر. ودائما بس بدنا نسقي، بدنا ندس التربة إنه نشفت، ما ضروري نسقيها ونعومها ماء، فينا نسقيها كمية مقبولة لحتى كل شوي كل يومين ثلاثة أو كل جمعة نسقيها مرة. بأيام الشتاء تفضلي سحر. إيه مروان، بالنسبة للحديد، لأنه يعني كتار بيسألوا عن هيدا الموضوع، في منهم بيسقوا النبتة إن كانت هيدا النبتة ولا غيرها، كل جمعة حديد، كل جمعة حديد، كل جمعة حديد، هل هالشي بيسوى ولا لا؟ لازم نحن أنه نعطيها مجال لترتاح شوي، بركي بالشهر مرة، بركي بالشهر مرتين. صح، لا هو لازم نعطيها بوقت ما يبلش الموسم، لأنه نحن بدنا نعطي حديد أول شيء بفكك الكالكير بالأرض ليصير في امتصاص مزبوط للمغذيات. نحن بدنا نحطها بوقت يكون في عنا نمو، ما يكون عنا نمو الخضر واقف، يكون في عنا نمو. ممكن نحن بس بدنا نعطي حديد، فينا نعطيه مرة
كل 15 يوم على 3 مرات. إذا زدنا عن هيك الحديد معقول يحرق الجذور والكابيلار الصغيرة، الشعيرات الصغيرة، بصير في عنا مشكلة. نرجع بعدين بعدها 3 مرات ممكن نحط كل شهرين أو كل 3 أشهر مرة، بس ما لازم نحط حديد كل جمعة أكيد لا، مينيموم كل 15 يوم على فترة 3 مرات بيكون كافي إنه هالشكل امتصت الحديد وامتصت المغذيات برضو وصار عندك شكل ورق حلو. طالما الشكل التراب تبعها كله مي، حطينا حديد وعضل تراب مي، ما رح يصير في عنا نتيجة. يعني بدأ تنشف هالتربة نعطي الحديد ونرجع بعدين نسقي مرة تانية لحتى يكون في عنا الامتصاص المغذيات للشكل ويكون عنا أشكال حلو. بحب الفوت نظر هون سحر إنه هالشكل لما نقصها فيها عصارة أكيد. هالعصارة يلي بيطلع منها مثل هاللون الأبيض شوي، هالعصارة لازم ننتبه لأنه كتير ناس تقدر تحسس وتعمل لها حساسية ألرجية على الإيد أو الأصابع أو على العين أو على الوجه. دونك بدنا ننتبه بس لما نقص الشتلة هالعصارة بس يجي على إيدنا نركض دغري نغسل إيدينا أو نكون لابسين كفوف ما يجي عصارة على وجهنا لأنه ما فيها تكون مأذية. شتلة الياسمين المدغشقر مثل ما شايفين هالزهرة قدي زهرتها حلوة يعني وقدي يعني تعطي ريحة طيبة. في شغلة وحيدة بس بدنا ننقلها لازم ما يكون عليها زهر، يعني لازم ننقلها نحن بس ايام الشتاء. اذا مضطرين ننقلها ايام الصيف يعني بالوقت اللي هي بتكون فيها زهرة معقول كتير تعمل شوت للزهور ويوقعوا بهالطريقة بنكون خسرنا الزهور اللي عليها. دونك بس بدنا ننقلها لازم ننقلها دايما ما يكون في عليها زهور لحتى ما نخسر هالزهور اللي عليها. كمان بس بدنا ننقلهم للشتلة الياسمين فينا ننقلها كل سنتين مرة، نكبر لها بو إذا منا مزروعة بالأرض فينا ننقلها كل سنتين مرة. وبس بدنا ننقل إجباري بدنا نحط تيرا جرين اللي هو هالكيس الموجود قدامي والسو جرين اللي هو هالسماد العضوي. أنا كنت ذكرت السماد العضوي ما بينخلط مع التراب لما نكون عم نعمل ونقص عقل لأنه بيقدر يحرق الجذور اللي بدها تطلع جديدة، لكن للخلطة بس ننقلها على بو أو على أرض نحط سو جرين اللي هو التيرو التيرا جرين يلي باردون سو جرين اللي هو سماد عضوي، تيرا جرين يلي هو تيرو بوتينج سويل بنزرع فيها ديريك. فينا نحط تراب عادي بنخلطه مع بعضهم وبينقل. اذا عم نعملها بالارض كافي انه نعمل حفره 40 سنتي ب 40 سنتي ب 40 سنتي وبهالحفره ال 40 سنتي بنعمل هالخلطه اللي ذكرتها بنحطها وبنسقط الشتله. هلا دائما بس بدنا نشيل الشتله بدي اعزبك بس بدي اسنول الشتله، رح شيل الشتله هلا قدامي وفرجيكم البو تبعها قد ايه بيكون فيه ان شاء الله ما تكون نصقيه لحتى تبين معنا منيح. هون شايفين قد ايه هالشتله كبيره شكلها شوي نصقيه بس يمكن تبين معنا. هلا هون عندنا جذور خفيفه لانه المنقول جديد، دائما بس بدنا نقلها على بو اكبر بدنا الجذور نضربها بالسكين تما تضلها تبرم حول بعضها تما تضلها تبرم حوالها بعضها، وكل ما كانت عم تبرم حوالها بعضها كل ما بيكون النمو تبعها عم بيلف وما عم بتمد بسرعه. دونك نحن بس نشيلها بتكون هي مثل قلب الكرتون مبروم، نضربها شوي بالكتر هيك ثلاث اربع ضربات فيرجع هالشلوش يفتحوا ويمدوا بالارض، خاصه بس نحكي على شتله مثل الياسمين المدغسكر لانه هالشتله بتقدر توصل ل 7 امتار و 8 امتار و 10 امتار بالعلو وتعبي وتمد وراءها، دونك بحاجه ليكون عندها جذور كثير قوي. دائما شتلة المدغشقر بدنا نراقبها في حال اجى عليها حشرات. أكترية الحشرات اللي بتيجي عليها هي المن القطني الكوشني فارينوز. المن القطني دغري نحن بنقدر نشوفها على الورقة أو على قفا الورقة اللي بتكون مثل صفد معلق عليها، بنقدر نرشها يعني لازم نرشها على القليلة 3-4 مرات كل جمعة مرة أو كل 5 أيام مرة تنقضي على السيجل تبع الحشرة ما تتكاثر كثير عليها. كمان بيجي عليها حشرة الأكاروز اللي هو العناكب الحمراء، كمان في أدوية خصوصية بالصيدليات الزراعية، فينا ناخذ ورقة أي صيدلية زراعية نفرجيها بيقولوا لهم شو نوع الدواء يلي لازم ينرش، وأكيد بس بدنا نرش الدواء اللي بنرشه هي شغلة بحب دائما ندوي عليها، كثير أوقات بناخذ دواء بندوبه بنرش وبيترك هالدواء مدوب لتاني رشي لبعد 4-5 أيام ما بيسوى، بس بدنا ندوب الدواء بدنا نرشه كله. إذا ضل عنا دواء واضطرينا مش قادرين نستعمله نقدر نسقي فيه، هيك إذا عنا حشرات على صعيد التربة كمان بيكون راح بيموتوا بالتربة بوفر علينا إنه نرجع نجيب دواء خصوصي للتربة. العفونة الجذور كترة المي إذا عم نسقيها كتير بصير فيها عفونة بالجذور، كمان بدنا ننتبه على الصيد. أنا معك يا سحر.
بعد بدك تقول شيء عن هيدي النبته قبل ما نحكي شوي عن السله، لانه في كثير كمان ناطرين بيومنا الجديد ليعرفوا اكثر عن السله يلي بالرغم من كل الصعوبات انت بعدك متابع فيها وتشكر على الموضوع. ياسمين المدغسكر بس حبيت اذكر انه لانه شتله بتكبر كثير على القليله بايام يعني من شهر 3 لشهر 10 لازم نحط لها 3 مرات كيماوي، اي نوع كيماوي فينا نحط العشرينات او 12 13 او اي نوع كيماوي يعطيها بوش لحتى تقوى وتعطي كمان زهور، وبالشتويه بالسقعه بنحط لها سماد عضوي تيدفي الشلج تبعها، لانه هي شتله ما بتحب السقعه ابدا، اذا اجت عليها السقعه بتقتلها وان اجى عليها الشمس بتقتلها. رح ننتقل للسله الزراعيه، السله الزراعيه بعدها ماشي عنا، مشينا فيها من زمان وبعدها ماشي بزيت السعر، بزيت بالنوعيه حتى عم نزيدها كثير، كميه كمان عم نزيدها، عندنا سلاله مشكله سحر، عندنا سله الكوسه، سله الفتوش، سله التبوله، سله الباذنجان المدعبل، سله الباذنجان الطويل، سله الكوسه، في عندنا كمان سلال الموز، مثلا كيلو موز ب 10,000، كيلو التفاح ب 10,000، كيلو الطين يلي بتعرفي قد ايه سعره غالي كمان ب 10,000، اليوم كنا عاملين اوف على الثوم البلدي، ثوم بلدي 100%، عاملين الكيلو ب 20,000، بتعرفي قد ايه كيلو الثوم غالي بالسوق، احنا عاملين الكيلو ب 20,000. برجع بذكر مش انا عم بعطي هالاسعار، نحن بيت الزراعه عم ناخذ الخضره من المزارعين ديركت، عم ننزلها على بيت الزراعه، ما بنحط عليها ربح ونحن ما عم نضاري، يعني نحن عم نعمل سيرفيس للمزارع اللي بياخذ اغراضه من عنا، شطوله من عنا، او اذا عنده بستان تفاح، بستان انجاز، بستان ليمون، عم نشتري هالمنتوجات من عنده، يلي هو اذا بده ينزلهم على الحسبه بده يقبض بعد فتره طويله ويمكن يروح منهم هدر، نحن عم ناخذ ديركت، شو بينزلنا بيقبض حقهم دغري، عم نحطه من عنا بسعر منيح لانه المزارع عم بيعطينا بسعر منيح، دونك الكريدي لازم يكون لإله مش لإلنا، هو اللي عم بيساعدنا، هو اللي عم يوقف حدنا، مش نحن اللي عم نوقف حده، بهالطريقه عم نقدر نكمل بالسلة الزراعية وعم نكمل فيها وناجحة كثير وكتر خير الله. هلا هالفترة بقطعة البنزين في كثير مشاكل، اللي عم يصير انه الناس عم يعني اذا ناس بزيت البناية عم بياخذوا طلبيات من بعضهم، بيجي شخص من قبلهم بياخذ الاغراض وبيروح، هيدي عم نلاقيها كثير رائجة، يعني عندنا كثير ضغط شغل بس انه عم يكونوا عم يجيبوا طلباتهم من بعضهم وعم بيوها، فكرة حلوة، تكاتف اللبناني حلو. بالنسبة لغير اشياء اللي عم بتصير عندنا، يعني هلا قريبا رح ناخذ تفاح مثلا من منطقه القرعون اللي هو البكاي جالا والبيك ليدي، كمان عم ناخذ كميات كبيره وعم ببيع، عم نبيع الكيلو ب 10,000 ليره اللي هو كيلو البيك ليدي او البكاي جالا وين ما كان حقه 20 23,000 وطلوع. بس من هالمنطلق انا برجع بركز سحر، نحن ما منضارب ابدا بالسوق ولا عم نعمل شيء لحتى نغير طريقه الشغل بالسوق، نحن عم نعمل الطريقة الحلوة اللي عم يساعدنا فيها المزارع، عم نلقى بيت الزراعة دون أي ربح، يعني نحن بنقدم للموظفين والكياس والكهرباء وهالأشياء هدول، والسعر الحلو بيكون من المزارع. نعم مروان، مثل ما هلا كمان سعر العنب كنا عم نبيعه ب 10,000 حيضل ب 10,000. كترت حكي يعني عليك سحار وشرحنا كثير. يعني أنا هيك كنت مستمتعة بحديثك لأنه عن جد تخدنا إلى عالم تاني نحن بحاجة لإله، قد إيه بحاجة هيك نقعد مع الطبيعة ومع المزروعات وننسى كل همومنا، واكيد انت يعني اسم الله عليك بهيدا المجال نمبر 1. اهلا وسهلا فيك مروان، شكرا لوجودك معنا. مروان حيدر خبير زراعي، اهلا وسهلا فيك. اصدقائنا المشاهدين نحن متابعين معكم رحله يوم جديد، ما تروحوا لبعيد ولكن من بعد هالبريك.